وفي نشرة سابقة أكد سعادة النائب علي إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مواصلة المجلس في التعاون مع الحكومة الموقرة سعيا للوصول إلى مرحلة التوازن المالي. المكاسب الكبيرة اللي حققت المجلس الحالي برئاسة معالي السيدة فوزية الزينل، أنا أعتقد الأساس اللي احنا حطيناه من أول يوم مع تعاملنا مع الحكومة من خلال برنامج العمل اللي يقدم أن نخلي برنامج التوازن المالي هو الهدف الأساسي، وبالإضافة يكون عندنا الهدف الآخر عدم المساس بالمكتسبات المواطنين. فكان هذه أساس عملنا مع بعض وعملنا كفريق واحد للأمانة. فطلعنا من أنه في مجلس تشريعي ورقابي والحكومة، لأن هي كانت في مصلحة واحدة، مصلحة البلد، أن شلون نوصل لمرحلة التوازن المالي. فالخطة كانت جدا واضحة، فإحنا تعاملنا كان معاها بأريحية، وكانت الوضوح كان موجود. فإحنا اللجنة المشتركة اللي تم تشكيلها من مجلسين الشورى والنواب، فكنا نتناقش بشكل يومي على فترة 6 أسابيع. أنا أعتقد فترة 6 أسابيع تقدر تقول هي فترة قياسية لاعتماد ميزاني بهالحجم.